السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت باتل رويال. بس ولكن مولا به، هالمرة غيرت، حبيت أغير أنزل لكم شيء جديد. هذا الفيديو راح تشوفوا فيه عبارة عن أسئلة أنا راح أسأل فيها الناس وراح أخذ أجوبتهم. طبعا هن 6 أسئلة، بإمكانكم أنتم راح أكتب لكم كل سؤال تكتبوا جواب اللي بدكم، يعني ما راح يكتب، راح أكتب لكم السؤال وأنتم بعدين تقدروا تعلقوا فيه وتكتبوا السؤال الأول جوابه كذا، السؤال الثاني جوابه كذا، وراح تكون لكم كمان آخر الفيديو 5 ثواني بعد شاشة التحميل، رح تلاقون 5 ثواني فيها الأسئلة كليتها. إذا بتحبوا أنتم كمان تتركوا تستنوا الفيديو للأخير تاخذوا الأسئلة وتجاوبوا عليها. المشاركين بهذا الفيديو كانوا تقريبا 10 أشخاص، عملت عليهم أسئلتهم هاي الأسئلة، بس ولكن ما قدرت أحط غير 5 أشخاص لأنه كان الفيديو كتير ضخم والراندرة تبعته كتير عذبتني، فهو لازم هذا الفيديو ينزل لكم من يومين، بس ولكن كتير عذبني بالمونتاج فخففته صغرته وقررت نغير طريقة المونتاج تبعه. ليش؟ لعدة أسباب. السبب الأول كنت أنا حاطط إنه هذول 10 أشخاص، 6 أسئلة بسأل 3 وباخذ من 10 أشخاص، يعني 10 أشخاص بس 3 إجابات لهم، وبعدين فيديو تاني أنزل لكم 3 إجابات التانية. بس ولكن حسيته إنه راح يكون شوي بايخ الفيديو وشوي ركيك، فغيرت الفكرة فحطيت كل شخص اللي يجاوب على 6 أسئلة، يعني كل شخص شنون جواب على 6 أسئلة نزلت لكم اياه يعني 5 أشخاص. اذا بتحبوا طبعا انا رح اكتب لكم هذا الراي لكم، انتم تكتبوا بالتعليقات لانه هذا الشيء بهمني جدا حتى اعرف شلون تكون الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بدكم انه اعمل اكتب سؤال واحد ويكون اعمل يعني اسال ناس كثير عن هاي الاسئله، يعني اخذ اراء كثير افكار، ولا بتحبوا انه اكثر الاسئله وبسال مثلا 4 أو 5 أشخاص اكثر، يعني انه مثلا احط 5 أسئلة وبسال 10 أشخاص، ولا تحبوا احط سؤال واحد وبسال 20 شخص؟ هذا الاشي بديكم تكتبوا لي بالتعليقات انه هي افضل. وبس مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، ولا تنسى اهم شيء بعد ما تخلص الفيديو تكتب لي شو اجوبتك على هاي الاسئلة، وحط لنا اللايك والاشتراك اذا عجبك الفيديو. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدة ممتعة لنهاية الفيديو، ليتس جو. طول بالك بس انا طول بالك، بدي اسالك كم سؤال. جاهز؟ سأل تفضل. من سيربح ال10 ليرات؟ تركي ها، مو هندو، جاهز مرة يلا. مو كويتي ها، ولا اماراتي ولا اشي ها، 10 ليرات تركي يعني نص دولار. المهم مالك قول. السؤال الاول ويسأل نفسه ويطرح عليك الاجابة، معك 10 ثواني لازم تجاوب بسرعة. تمام؟ في استعان صديق ولا؟ لا ما في استعان صديق. ايش عم بسألك انا؟ من سيربح ال10 ليرات؟ اسمع. السؤال الاول بيقول، هل يمكنك البكاء تحت الماء؟ البكاء تحت الماء؟ نعم يمكنك البكاء تحت الماء. هل جربت ذلك قبل ذلك في وقت مضى؟ جربت بكيت؟ ايش السبب؟ لا امزح معك. كيف تبكي تحت الماء؟ انا عم بسالك، انت بتقول لي ايه؟ عم بقول لك شلون. صعب جدا. يعني ممكن ولا مو ممكن؟ مش ممكن. يعني مش ممكن، هي وجهة نظرك مش ممكن، مع انه هو ممكن يعني ها. بس يعني لا، بس انت جاوبت ممكن. طيب السؤال الثاني، هل تعتقد ان البكاء هو علامة ضعف ام قوة؟ قوة. ولماذا؟ لماذا قوة؟ ولا بدون طبعا، ولماذا؟ لان البكاء بكاء. يعني انت بتشوفه اذا واحد صار يبكي، هل هذا الشيء انه يدل على ضعف شخصيته ولا لا؟ على حسب، على شو يبكي بشكل عام؟ يعني شو، على شو يبكي؟ تقول لي حدد سبب من الفرحه. احكي لك بشكل عام. ماذا نحدد؟ من حددنا انا عندي واحد ذهبي، انه من حددنا بصير ندخل بغير مشاكل، بغير اشياء، يعني من دون تحديد الهدف. يعني ما في اشياء يعني حددها، ما في فرح، ما راح نقول فرح او حزن. البكاء بجل، يعني انت هلا الحين اذا شفت واحد عم يبكي بتقول ايش بتحكي عليه اول ما تشوفه يبكي، بغض النظر ايش سبب البكاء؟ لازم اسال هالسؤال. قل لي السبب بس. لا 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 لا، ضعف يس. وجهة نظرك انه ضعف. الرجل لا يبكي. ايه بس السؤال الثاني، هل يمكنك ان تنتهك القانون لانقاذ احد؟ لا. شو هل يمكنك انه في شيء قانون مثلا محطوط، انه نفرض انه في قانون على شيء، ممكن انت يعني تخالفه القانون كرمال انه تنقذ انسان؟
يس نعم. حتى لو كانت العقوبة شديدة ما عندك مشكلة بالموضوع. في حدا العقوبة شديدة، أهم شيء سادة. متى كانت آخر مرة حكمت فيها على إنسان ما تعرفه؟ آخر مرة والله ما أذكر. في كلمة واحدة، ماذا يقف بينك وبين حلمك؟ كلمة واحدة بس، إيش هو اللي يوقف بينك وبين حلمك؟ يعني تعتبره هذا الشيء لو عندك إياه أنت بتحقق حلمك بكل سهولة. الصبر. ولا؟ صبر. اي انا والله ابد ابد ما عندي صبر. من في حياتك تتمنى لو قابلته في وقت ابكر؟ يعني شفت انسان بحياتك اثر بحياتك او انك تعرفه حاليا تقول يا ريت انا بعرفه هذا الشخص مثلا نفرض قبل في مده قبل هالمده اللي انا بعرفه فيها. والله اذكر استاذ واقسم بالله سوري بعد. زيك. يا ليتني اعرفه من زمان والله. حاليا انت معلم كمان مال كم يوم بس. صار لك كم يوم تعرفه بس؟ نحن... ايوه لا بس رحت عنده شويه قبل تقريبا قبل سنه رحت مره عنده ادرس قلت له والله يا ليتك تدرسنا ودي اعرفه من زمان استاذك يعني ايوه سوري رياضيات ما يصير يا فارس بدنا نسالك كم سؤال ممكن ما هي اسئله شخصيه اسئله بشكل عام السؤال الاول مو ثقافه عامه لا اسئله بشكل عام يعني حسب انت تجاربك وحياتك انت تقرر هالجواب عليها يعني الجواب مو انه حسب معلوماتك او خبرتك وكذا لا هيك انت حسب قناعتك يلا تفضل تفضل هل تستطيع البكاء تحت الماء؟ يا صديق جربت؟ ما اقول لك مجرب لكن اتوقع اني استطيع كان هو سؤالك وعادي اساسا يعني اذا كان جوابك ايه ولا لا هذا يحتاج لتجربه حتى لو كان ايه يحتاج الموضوع هذا معجزه حتى يصير لانك تقدر تبكي تحت المي طبعا سويت التجربه اجيب سطل المي وابرك فيه السؤال الثاني يلي يقول هل تعتقد ان البكاء هو علامه ضعف ام قوه؟ بكاء ضعف ليش برايك انه ضعف؟ بكيت الحين تبين الضعف قدام الناس يمكن ان تنتهك القانون انقاذ احد هل تنتهك القانون كرمال حدا؟ يعني اذا حدا هيك يعني شخص ممكن متى كانت اخر مره حكمت فيه على شخص لم تعرفه هيك يا يعني اول ما شفته حكمت عليه انه هذا الانسان نصف كذا كثير يعني حكمت على ناس قبل ما تعرفهم من النظره الاولى وكان احكامك صحيحه ام خطا والله في غالبها تكون صحيحه يعني ما حسيت انه ظلمته للانسان بعدين في لا هو بس الشخص يعطيني يتكلم جمله جملتين راح افهم شخصيته طب واحكامك عليه شو هي؟ كحكم احكم عليك كشخصيته بس إيه طب 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 بعد ما انك عم تقول جمله جملتين معناته انا هلا حكمت علي اكيد يعني كنت صار عم بحكي معك حكمت عليك انت؟ اكثر من 10 دقائق عم نحكي مع بعض ايه ايش حكمك علي؟ والله حكمت عليك ايش هو؟ صراحه اشوفك وسيع صدر تسلم تحب تسولف شكرا لك مو عم بسولف لا هو عشان نفتح الحديث ولا مدح ما ادري لا هي انه تحب السولف هي معناتها هي هذا انك اجتماعي صراحه فهمت عليك انه انسان يعني اجتماعي اكثر من كلمه تحب تسولف حب تسولف يعني قرار في ناس اجتماعيين لا بس اقول لك تفضل في ناس تسولف بينك بس انها غثيث فهمت كيف فهمت عليك يغس يعني من اول كلمتين كذا تعرف انه غثيث يطفرك بس طيب خلاص هنا تحط رجلك السؤال ما قبل الاخير في كلمه واحده ماذا يقف بينك وبين هدفك الاكبر يقف بيني وبين هدفك الاكبر الدكاتره والله تكفى اي والله واقفين الله يلعن ابوك ليش يا اخي يعطونا واجبات ويعطونا اشياء لا اله الا الله الله لا يوريك من في حياتك تتمنى لو قابلته في وقت ابكر والله ما في حد ما في حد ابدا يعني كلهم جوا على وقتهم يعني ما حسيت انه مثلا لو قلنا انك تعرف دكتور يعني مثقف فهمان او يعني حسيته تغير بحياتك تقصد كشخص صديق مو كصديق كشكل عام اي انسان تعرفت عليه انه تمنيت انك تعرفه قبل يعني حسيته انه مؤثر بحياتك تمنيت لو انك تعرفه قبل طلع مهندس في الجامعة كان بيقدر يفيدني من اول توي تعرفت انه معي في الجامعة قبل سنة ممتاز يا سيدي الله يوفقك خلص الأسئلة شكرا لك يعطيك العافية يعطيك العافية الله يعافيك سلام شوف وجهك على خير باي باي هل يكون البكاء تحت الماء؟ تحت الماء جاوب لا عادي ممكن؟ لا مش عادي ممكن البكاء تحت الماء؟ طيب شلون بدها تنزل الدموع؟ احكي لي وصف لي أو جربت أنت بكيت تحت المي؟ ليش ما أبكيش تحت المي؟
طب شو الاسم؟ مو انه تحت المي، انه انت حاط راس بالمي تبكي. بتوقع بقدر لانه الدموع بتطلع. يعني تتوقع ما عادي عادي مش تقدر تحط ربيش مي وتسمع بالمي. رايك هذا شيء خصك. طيب اسمع، هل تعتقد ان البكاء علامه ضعف؟ ضعف ضعف، البكاء ضعف. ضعف يعني برايك انه هذا انه مو انسان، يعني مثلا مثل تلاقي رجل بارك عم بيبكي على اولاده معناته هذا ضعف؟ ضعف كل حالاته ضعف. يعني حتى مثلا انت شفت ابنك بكره وفرحت هيك فيه انه كبر ودخل بالجامعه، مثل ابوك مثلا فرح فيك ودخل على الجامعه وفرحان فيك ومفتخر فيك، ضعف. ومن فرحته فيك عيونه دمع، فهو ضعف. هذا رايك شيء بخصك. المهم نروح على السؤال اللي بعده. هل يمكنك ان تنتهك القانون لانقاذ احد؟ طبعا اي احد، اي احد بحسه حسب انسان، حسب انا شو عندي الصح. اذا شايف هذا الصح انه خلص لازم اسوي هذا الشيء، اذا شايفه مش غلطان او مثلا خلاص مثلا اصلا نحط تحضر تجول، تمام. هسه مثلا جارنا لا سمح الله ما عنده سياره وصار عنده حاله طارئه، بروح باخذه بالسياره وبروح فيه على المستشفى. يعني طبعا اي حدا بده مساعده، ولا بنسى شو يعني حضر تجول، بنسى الغرامات والحبس وكل شيء. متى كانت اخر مره حكمت فيه على شخص لم تعرف؟ ما بحكم على انسان الا اذا حكيت معه. لو حكيت معه كلمه ممكن احكي لك هذا غبي، اما بدون ما احكي معه ولا. ماذا يقف بينك وبين اهدافك الاكبر؟ ما عنديش هدف. والله ولا كان عندي. ما عندك هدف؟ تعرف انه يقولوا انه الانسان الذي لا يملك هدف هو ميت سريريا، لا يستحق العيش. لا هو ميت سريريا، اسمه ميت. طب استني، انت حكمت على واحد هيك؟ حكي يا حسين، انا ما بقول يا قصي، انا ما بقول لك شو هدفك، انا بقول لك وصف لي بينك وبين هدفك بكلمه. ايش هو اللي وقف بينك وبين هدفك؟ كلمه. وقت زمن. من في حياتك تتمنى لو قابلته في وقت ابكر؟ ولا واحد. لو اني ما تعرفتش عليهم كلهم احسن. عن جد بحكي ابدا ولا هذا بحياتك ما تعتبره انه انسان. والله يا قصي، والله يا سيوس اعطاك وحده ممكن. هل يمكنك البكاء تحت الماء؟ اعمل كذا. هذا سؤال بيعتمد يعني انه تجربتك بحياتك. لك مش خاصه. طيب تمام. سؤال منطقي هذا وعلمي. هذا سؤال علمي، هو سؤال علمي. مش بيطلع مي وهو جوا بنص المي، انت تعتبر عينك زي البرمش على تطلع دموع. ما هو بيقول ايه؟ المهم في بقدر اي واحد يفتح عينيه تحت المي. ايه ولا لا؟ اللي ايه ولا لا بس. تمام خلاص. ايه هذا جوابك. ايه في اسئله ثانيه عن هذا السؤال، هي اختارته اسهل من الاسئله الفلسفيه الكثير المعقده. في اسئله مستقبلا راح اسالكم اياها معقده جدا جدا. المهم أوكي. هل تعتقد ان البكاء علامه من هي علامه ضعف ام قوه بوجهه نظرك؟ انه اذا شخص بكي بغض النظر شو السبب بكاء، بس نزلت الدمع، هل هو ضعف ام قوه؟ وليك مو ضعف. لا مو ضعف. ما فيني اقول، ما في اقول كمان قوه. هو بدته مو ضعف، بس انا احس كلمه قوه كثير عليها. ادري خلينا نقول قوه بس مو ضعف ابدا، مستحيل. طيب هل يمكن ان تنتهك القانون لانقاذ احد؟ ما يكون مذنب، كان مذنب هذا بيختلف. بقلك هل يمكن ان تنتهك القانون حبيبي؟ بس انتهكت القانون صرت مذنب. بس انتهكت القانون صرت مذنب. انت فيك نظر القانون انت صرت مذنب. حبيبي انا بمشي مع القانون. شلون انا بمشي مع القانون؟ متى كانت اخر مره حكمت فيها على شخص لم تعرفه؟ لحظه على ذكر، 3 اسابيع. شو كان حكمك عليه؟ هو شوف بالشغل كان حلو. ثلاث معلمين. شلون بدي اقول لك؟ شو عليك؟ ثلاثه سوريين ياخذيني على حسابهم. حلو. واحد من هدول رفيقي، صرنا سنه ونص سنتين مع بعض، فهو شراكه، اخذين شغل شراكه. تمام. حكيت له ندهله خليه يجي كنس تحتي. قال لي ليش؟ قلت له هيك انا هيك جاوب علي. ندهله جاي كنس تحتي. بعد ثالث يوم بطلت انا الشغل كان بعيد، لما قلت له خليه يجي كنس تحتي معنى كلمه حكي انه كان ولا شيء. تمام. يعني انت حكمت عليه انه هذا انسان تافه او انسان حقير، فعلا طلع شيء يمكن يبيع اي اغلى شيء عنده مشان مصلحته الشخصيه. خلينا نقول في كلمه واحده، ماذا يقف بينك وبين هدفك الاكبر؟ ما عندي هدف. تمام. اسمعوا الجواب عبد الرحمن. جوابي الأول عربي على سؤاله اللي هو هل يمكن البكاء تحت الماء؟ جواب نعم يمكنك البكاء تحت الماء. الجواب الثاني اللي هو سؤال هل تعتقد بأن البكاء علامة من ضعف أم قوة؟ كتب السؤال الثاني، البكاء ليس ضعفا، البكاء هو تعبير عن مشاعر، ونحن ونعوذ بالله من عين لا تدمع. سمعت يا قصي؟ هذا جوابك الجواب الصح 100%.
السؤال الثالث واللي يقول هل يمكن أن تنتهك القانون لإنقاذ أحد؟ السؤال جواب نعم، سأنقذ روحا بشرية. روح بشرية بيرفكت، روح بشرية يعني ممكن أنه ينتهك أي قانون ممكن لإنقاذ روح بشرية، ما عنده مشكلة. متى كانت آخر مرة حكمت فيه على شخص لم تعرفه؟ هو أمس حكمت على أحد لا أعرفه بس ما أعطى التفاصيل أكثر. في كلمة واحدة، ماذا يقف بينك وبين هدفك الأكبر؟ الذي يقف بيني وبين هدفي الحلمي هو الوقت فقط. مثل جوابك انت يا قصي. الجواب السادس، مثل الجواب يا مو فيش غير الوقت اصلا. من في حياتك تتمنى لو قابلته في وقت ابكر؟ هو الجواب هو ان اقابلك في وقت انا انا ايش تعرفه يا الله، كل واحد يقول لي انه انت، انا ايش مش عارفه، ايش اخذته من عندي؟ بس بارك الله في اجوبتك يا عبد الرحمن. مش مأثرين، مش مأثرين في في اسئله كتير بيرفكت واجبتها بيرفكت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.